السلام عليكم، معكم محمد كمال في برنامج دقيقتان فقهيتان، أهلا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سؤال حلقة اليوم هو: المسافرون بالطائرة متى يفطرون وعلى أي توقيت؟ هل بتوقيت البلد الذي خرجوا منها أم بتوقيت البلد الذاهبين إليها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. الراجح أن ركاب الطائرة يفطرون عندما يرون بأعينهم غروب الشمس، ما لهمش دعوة لا بتوقيت البلد الذي خرجوا منها ولا بتوقيت البلد الذي ذهبوا منها، بل ولا حتى بتوقيت البلد الذي يحلقون فوقها. لأن العلماء قالوا إيه؟ ربما تكون الشمس أهل البلد تحت يرون غروب الشمس، ولكنهم هم في السماء لا يرون غروب الشمس، فالعبرة بأن بما يرونه هم بأعينهم. فلو ركاب الطائرة وهم مسافرين شافوا غروب الشمس بعينيهم، فعندئذ يفطروا على بناء على رؤيتهم هم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، أيضا برضو يلحق بهذا الواحد راكب في قطار وبيقطع أقطار وبيقطع مدن وعواصم ومدن طويلة جدا جدا، فلا عبرة له بالبلد الذي خرج منها ولا عبرة له بالبلد الذي سيذهب لها، إنما العبرة بما يراه بعينه من غروب الشمس. طيب، ممكن أنا في الطائرة تعذر رؤية غروب الشمس علي، أنا مش عارف أعمل إيه، مش قادر أشوف الشمس غربت ولا لأ، فماذا علي أن أفعل؟ بعض العلماء قال عليك الفطر والقضاء، تفطر وتقضي يوم مقابل هذا اليوم. وبعض العلماء الآخرين قالوا تصوم 12 ساعة، لأن منتصف اليوم 12 ساعة، وبعض العلماء وبعد كده تفطر. وبعض العلماء الآخرين قالوا تفطر مع أقرب بلد لك، أفطر أقرب بلد فطرت تفطر إيه زي التوقيت بتاعها. فالأمر فيه سعة، اللي عاوز ياخد بأي رأي ياخد، ولا حرج في ذلك. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.